خلينا نروح لاخر بطولات الاسكواش للناشئين في الموسم الحالي. خلينا نقول ان الناشئين بيستعدوا حاليا للراحه قبل الموسم الجديد المليء بالتحديات الدوليه، وخصوصا في ظل صعود دول جديده في عالم الناشئين زي فرنسا وزي انجلترا وزي باكستان وزي الهند. في الحقيقه زميلنا محمود جميل عمل لينا تقرير من البطوله والتقى مع اسطوره الاسكواش العالمي امير وجيه، وده واحد من اهم الابطال التاريخيين للعبه في العالم كله. لما تعرفوا اننا كمصريين عندنا خمس سيدات وخمس رجال ضمن افضل 10 لاعبين في العالم في الاسكواش، يبقى فعلا المصريين مسيطرين على لعبه الاسكواش، وكل يوم بنكتشف بطل جديد، لكن احنا معاكم بنكتشف ابطال جدد من الناشئين اللي بنشهد ليهم اخر بطوله رسميه بينظمها اتحاد الاسكواش في ختام هذا الموسم عشان يستعدوا للمشاركه في البطولات الدوليه ويحققوا نتائج مميزه كعاده المصريين في اللعبه. تعالوا بينا نعيش اجواء البطوله ونتعرف على ابطال الاسكواش من الناشئين. بطولة الناشئين للسكواش انطلقت يوم 27 أبريل وهتستمر لمدة 5 أيام، والحقيقة البطولة شهدت في بداية انطلاقها حجم مشاركة كبير جداً من اللاعبين واللاعبات، وشهد اليوم الأول حضور مهم من أبطال الاسكواش زي كابتن أمير وجيه وكابتن عباس قعود لدعم وتشجيع الناشئين، واللي أكدوا توفير كل وسائل الدعم للاعبين الناشئين. دي البطولة السنوية بتاعت نادي بالما هيلز، ودي من أنجح البطولات المحلية، وطبعا المكان جميل والملاعب جيدة جدا، وأنا يعني مندوب الاتحاد المصري للسكواش اللي شاف على البطولة، والبطولة فيها عدد كويس يعني والمستويات كويس في اليوم الأول، وإن شاء الله يعني النهائي هيكون يوم 30. البطولة دي آخر بطولة في الموسم، ومن الأسبوع الجاي هتبقى تصفيات بطولة العالم للناشئين والناشئات اللي هتعمل في أستراليا، والمسابقات شغالة دلوقتي. احنا حاملين اللقب ونتمنى ان احنا الاحتفاظ باللقب، والمنافسات بتاعة التصفيات قوية جدا جدا. البطولة دي تعتبر هي الكريمة بتاعة الموسم كله. موسم الاتحاد كان شاق وفي بطولات كتير جدا، البطوله فيها تصنيف بيساعد كل اللاعبين ان هي تقدر تتقدم بالتصنيف عشان بدايه الموسم الجديد، وطبعا كل واحد بيحرص ان هو بيشارك فيها، والحمد لله يعني كان في استعدادات الملاعب الفاسيلتيز كلها كان في استعدادات قويه جدا للبطوله، وباذن الله عندنا يعني دي خطوه للبطوله الدوليه اللي بننظمها في شهر 7، بيبقى دايما عندنا البطوله العربيه الدوليه، بطوله بالميز العربيه الدوليه للناشئين، دي اكبر بطوله في تاريخ الكالندر الدولي، بيبقى فيها السنه اللي فاتت كان في 594 لاعب ولاعيبه، قبلها المعسكر بتاع الدعم السياحه الرياضيه في مصر برضه بيكون في بالم هيلز شهر 6 وشهر 7، فبشكر الاتحاد المصري ان هو يعني اتاح لنا الفرصه ان احنا بنختتم الموسم الرياضي للكالندر اللي فيه كل البطولات ببطوله نادي بالم هيلز، وان شاء الله يعني دايما يكون في بطولات، بنحاول ان احنا كل كوارتر او كل 3 شهور يكون عندنا ايفنت دولي محلي عشان خاطر نقدر نساعد الناشئين ان هم يتحسنوا في الرانكينج ويقدروا ان هم يحتكوا مع المدارس المختلفه اللي بتيجي من بره عشان خاطر تعسكر معانا في مصر. انت عارف ان لعبه الاسكواش بقى لنا يمكن 30 سنه مسيطرين على الالقاب العالميه سواء في الرجال او في الناشئين او في السيدات والناشئات، فالحمد لله مصر دايما ولاده، الجيل بيسلم جيل، كل الناشئين اللي بتلعب هنا شايفين قدامهم ابطال كبار عندهم طموحات عايزين يبقوا زيهم، عايزين يفضلوا دايما يعني الحمد لله مصر تبقى في العالي في الاسكواش. اكتر من 30 سنه دلوقتي احنا متربعين على الرانكينج وبنحصد جميع الالقاب العالميه وكده، فطبعا انت عارف كل الجونيورز بيبقوا محتاجين دعم اكتر من الرجال والسيدات، الرجال والسيدات بيقدروا يسافروا، بيقدروا يبقى عندهم سبونسر، عندهم شركات رعاه، عندهم امكانيات اكتر من الناشئين، وبالتالي احنا واخدين خط صف الناشئين، صف المستقبل، صف الفيوتشر بتاعنا، ان احنا بنقدر نحافظ على الرياده من خلال البطولات المنظمه في بالم هيلز هنا في النادي، او من خلال المعسكرات الدوليه اللي بنعملها، او من خلال برضه الجوائز اللي بنقدمها. السنه اللي فاتت قدمنا جوائز دوليه، سفرنا ناس كتير لعبت بره، فالحمد لله يمكن ديت الحاجه اللي احنا بنحاول ننفرد بيها، يكون لينا لاين معين هو دعم الناشئين، دعم المستقبل، ان احنا يبقى عندنا دايما رؤيه مختلفه في المستقبل. احنا بقالنا شهر بنستعد للقصه، والحمد لله نجحنا في ان احنا نهوست البطوله، واتمنى انها تعدي على خير ان شاء الله وتبقى من احسن البطولات الموجوده، ودي اول بطوله طبعا رسميه لنادي بالم هيلز مع الاتحاد المصري سكواش،
نشكر طبعا رئيس اعضاء مجلس اداره الاتحاد على موافقتهم انهم يعملوا بطوله هنا في النادي. انا شايف ان طبعا احنا نشاط الاتحاد الاسكواش الفتره اللي فاتت عمل نشاط كويس جدا، ان هو بيساعد ويطور مساله توسيع لعبه الاسكواش من خلال البطولات المحليه، ويمكن من اهم البطولات المحليه اللي بنظمها اتحاد الاسكواش بطوله بالما هيلز. دي بطوله كبيره جدا، والنادي عنده امكانيات كبيره جدا سواء من حيث البنيه الاساسيه والملاعب وكمان جوده اللعيبه والابطال اللي بتشارك في الحدث الكبير دوت. البطولة في يومها الأول شهدت منافسات شديدة ومتميزة بين المشاركين، ودي كانت أولى الخطوات للانطلاق نحو البطولات العالمية، خاصة مع التجهيز لتصفيات كأس العالم في أستراليا واختيار 5 رجال و5 سيدات للمشاركة فيها، مع وجود استعدادات خاصة من اللاعبين، خاصة في ظل أجواء حماسية وتشجيعية بحضور نجوم الاسكواش الكبار اللي بيعتبرهم اللعيبة مثل أعلى ليهم عشان يكون جيل بيسلم جيل. بدأت سكواش عشان أنا أصلاً كنت بلعب تنس، فبعدين كنا نتحرك قوي بره، فكنت عايزة أجرب حاجة يعني قريبة للتنس، وبعدين بدأت سكواش عجبني قوي عشان هي لعبة جميلة. دي مش أول بطولة ليا، يعني أنا دخلت كذا بطولات قبل كده، وبستعد بالبطولة إن أنا بشارك في تيمز وحاجات كده، وبتمرن سكواش وبتمرن فيتنس وفوتوي. اشتركت في بطولات كتير. انا بستعد ازاي لبطوله؟ بكون قبلها لازم لو انظم اكلي طول الوقت وبتاع، وابدا تمارين، انزل في النادي مثلا، انزل امشي نص ساعه ونص ساعه، دروبات وليات وكده. ساعتها ببقى لو نوعا ما جاهز للبطوله. بلعب قبل البطوله مثلا بيوم، مثلا ابدا العب جيمز مع اصحابي، اللي هو اتاكد ان انا لو اشتغلت على نفسي صح وكل كده، بس بعدها ببدأ البطولة بقى. أنا كان نفسي ألعب تنس، وبعدين بابايا ما كانش موافق، فقال لي في لعبة حلوة شبهه تعالي نشوفها. دخلت الملاعب أشوف بقى السكواش وكده، لقيت إن الدنيا حلوة قوي، واتبسطت إن أول ما شفت الكورة، وكان عندي 10 سنين فكنت متأخرة شوية، بس أنا قلت مش مشكلة هخش وأحاول أخش الفريق وأطلع بطولات، مع الناس قالت لي مش هينفع وكده، فدخلت الحمد لله يعني بدأت أبقى كويسة، والكابتن بدأ يلاحظ إن يعني كويسة وكده، فدخلني بقى تصفيات فريق، الحمد لله كسبت ودخلت الفريق بقى وبدأت في البطولات. كنت في الأول ما كنتش حابة اللعبة قوي، كنتش حاسة إنها ممتعة، بس بعديها بعد ما كبرت شوية وحسيت إنها ممتعة وفيها روح، فيها منافسة، خسرت مش مهم، ترجع تاني وتدوس على نفسك وتشتغل تشتغل تشتغل تبقى أحسن. فضلت بقى معايا كده لغايه دلوقتي، وكل شويه ببقى عايزه اطور من نفسي. البطوله الاخيره للناشئين في لعبه الاسكواش مدرجه رسميا ضمن جدول مسابقات الاتحاد، خاصه في ظل وجود ملاعب على اعلى مستوى وتنظيم جيد جدا، وده بيحقق فرص اكتر للاتحاد انه يتوسع في قاعده المشاركه والبطولات، ويحقق مزيد من النجاحات المحليه والدوليه، ويظل المصريين مهيمنين على لعبه الاسكواش. محمود جميل، صباح الخير يا مصر.